مناسبة سنوية لتجديد نظام البيان المتبادلة بين الرشيد والشاب. وإنما نحمد الله تعالى الذي وكل هذا التلاحم الوثيق عبر الظاهر في السراء والضراء. ويحتاج اكتمال هذه السنة لهذه الذكرى العزيزة على كل مغاربة في ظروف متقلبة مطبوعة باستمرار تداعيات كوفيد 19 وانعكاسات الأزمة الدولية على الاقتصاد الوطني والعالمي والأسرة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني. شعبي الأخير، إن بلاد المغرب تقدم والكرامة الذي نريده لا يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية. إذا نشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، وقد حرصنا منذ ابتدائي إلى العشر على النهوض بوضعية المرأة وفتح آفاق الانتقال إلى الله وإعطائها المكانة التي تستحقها. ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها إصدار دولة الأسرة واعتماد دستور 2011 الذي يدرس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وينص على مبدأ المناصفة كهدف متساوي إيجابية وحقق نتائج إيجابية في مختلف القطاعات الإنتاجية. لكن المرحلة زينا عن الإنتاج لم تكن طويلة بسبب الظروف العالمية الحالية، فقد تسببت هذه العوامل الخارجة إلى ختم إلى نتائج مفيدة وصل الفلاحي المتواضع لارتفاع الأسعار بعض المواد الأساسية، وهو مشكل جعلني منه كل الدول. وإرادة الله لتأثير هذه الأوضاع على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإصدار برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين والأساتذة العام القروي. كما وجهت الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة لدعم ثمن بعض المواد الأساسية وضمان توفيرها للأسواق، وهذا ليس بكثير في حق المغاربة. تجمعهما عوامل التاريخ والإنسانية والمصير المشترك. شعبي العزيز، إن تاريخ المغرب حافل بالدروس والإنجازات التي تؤكد أننا نتجاوز دائما الأزمات بفضل التلاحم الدائم بين الشعب والشعب والعشر، بفضل تضحيات المغاربة الأحرار. واليوم لا يسعني إلا أن أعبر لك شعبي العزيز عن شكري وتقديري العلماء الذين ساهموا في كل الظروف والأحوال لحب الوطن وحسن العلاوة الوطنية والترابية والتزامي بالدفاع من رموزك ومقدساتك المساعدة والمقاية البدنية على تجنبه الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن مولدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل إجهاد الأرواح الطاهرة شهادات مغرب الأبرار وفي مقدماتهم شكرنا والدنا والعمال جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أمرهم أكرم الله وجههما. وخير ما نختم به قوله تعالى: فإنما العسر يسرا فإذا فرس فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.